الليلة الماضية أضيء البيت الأبيض باللون البرتقالي لتكريم عدد لا يحصى من ضحايا إطلاق النار العشوائي الذين سرقهم منا وباء عديم المعنى كان يمكننا اجتنابه، وآخرين نجوا وتغيرت حياتهم للأبد. هذه التغريدة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، صاحبها فيديو قصير، فلنشاهد هذا الفيديو. ليست بالطبع هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها بايدن عن حظر السلاح وتعديل القانون من أجل الحد من حالات القتل، حيث أن إطلاق النار العشوائي هو السبب الأول في وفيات الأطفال في الولايات المتحدة. محزن بالفعل يا بايدن. حتى الآن شهدت الولايات المتحدة الأمريكية 203 حالات إطلاق نار كثيف أو عشوائي، نعم حتى الآن، أو نقصد حتى الوقت الحالي من العام في 5 أشهر فقط. وطبقاً لهيئة إحصاء سويسرية فإنه في عام 2018 كان هنالك 390 مليون سلاح متداول في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الصورة توضح عدد الأسلحة المملوكة في كل بلد لكل 100 فرد. تشير هذه الإحصائية إلى أن معدل امتلاك الأمريكيين للسلاح حوالي 120 سلاحاً لكل 100، أكثر من سلاح واحد يعني لكل فرد. ولكن لماذا إذن لا يحظر حمل السلاح أو حتى يتم التضييق عليه في الولايات المتحدة؟ لأن الأمر يحتاج إلى تصويت من قبل الكونغرس، وعلى الرغم من أن بايدن طالب الكونغرس أكثر من مرة بتغيير القوانين، وعلى الرغم من أن إحصائية أجرتها مؤسسة غالب تشير إلى أن 57% من الأمريكيين يرغبون في قوانين أكثر صرامة بشأن حمل السلاح، إلا أن القوانين لا تزال كما هي. بايدن قال سابقا: سيأتي وقت تكون أصواتنا عالية وعزمنا واضحا بحيث لا يمكن إيقافنا، وسوف نتخذ موقفا. لا نعلم ما هو شكل هذه الخطوة التي من الممكن أن يتم اتخاذها من قبل بايدن، لكننا نأمل حبا في الإنسانية وحفاظا أيضا على حياة الأطفال أن تأتي هذه الخطوة قريبا جداً.